فالآن اللوب تعرفه إذا كان عندك مجموعة كود، هذا الكود بدك تطبقه أو بدك تنفذه عدد يعني لعدة مرات، لعشر مرات، 20 30 أو لعدد أنت مش عارف قديش، فهذا الكود بتضعه داخل دوران أو بتضعه داخل لوب، تضعه داخل لوب. أوكي طيب الآن خليني أنا الراندوم نمبر شباب أخذناها صح؟ الراندوم نمبر، الراندوم نمبر أخذناها ولا لا؟ أخذناها دكتور، أخذناها دكتور أخذناها. تمام طيب أول شيء الآن خليني أعمل import random as r و for i in range of 200. قبل هيك خليني احكي list 1 equal فاضية initialization لإلها list 1 dot append of r dot rand int 0 إلى الألف و print list 1. طيب الآن شباب اللي بيعرف معنى الكود اللي أنا عم بكتبه يعمل raise hand، اللي بيعرف هذا الكود إيش رح يعمل، اللي بيعرف الكود اللي أنا كتبته الآن شو بيعمل يعمل لي raise hand. اوكي اللي بيعرف هذا الكود اللي انا كتبته ايش راح يعمل يعمل لي رايز هاند. ثلاث طلاب بس. طيب هذا الكود ايش بيعمل يا مرح؟ بيضيف على اللست ارقام عشوائيه بالرينج 200 يعني من 0 ل 200. اوكي بيجيب بيضيف على الليست ارقام عشوائيه، الارقام العشوائيه الراندوم ان نمبر ايش طبيعتها من قديش لقديش هي؟ انتجر نوعها من الى من الى؟ من صفر الى 200. من صفر الى 200. طيب اوكي يعني انا بقدر مشاركتك يا مرح. طيب يا غيث عندك اي اضافه على كلام زميلتك؟ ترى هو دكتور هو بس تعديل، هو راح يضيف 200 رقم في الليست عشوائيات الرينج تبعهم حيكون من 0 ل 1000. بالضبط بالضبط احسنت، راح يضيف لي 200 رقم سوري راح يضيف لي 200 رقم على الليست. الارقام اللي راح يضيف لي اياها عباره عن راندوم انتجر نمبر بين 0 لل 1000، بين 0 لل 1000 لانه انا حاكي له r dot rand int. طبعا بعد ما عملت import random as r نستعمل هنا library اسمه random عشان اعمل generation لراندوم نمبر، وبعد هيك عرفت الليست list 1 equal يعني empty يعني شو bracket عشان اعرف الليست، عشان اعرف الليست بعد هيك for i in range of 200، فبالتالي هنا راح الدوران يمشي 200 مره، الدوران راح يمشي 200 مره من 0 الى 199. في كل مره راح يعمل list 1 dot append، راح يعمل append على list 1 لايش لراند انت من 0 الى 1000، راح يضيف لي 200 قيمه random integer number بين 0 الى 1000. بعد هيك طبعت الليست، بعد هيك طبعت الليست اللي فيها 200 element، اللي فيها 200 element. طيب هاي run. اوكي خلينا نعمل save لها. أول إشي هذا نخليها loop example، loop example. أوكي لا نعمل run. تمام فهي طبع لي 200 رقم من 0 إلى 1000. لاحظوا معي الأرقام من 0 إلى 1000، أقل من 0 ما راح تلاقي وأكثر من 1000 ما راح تلاقي، ممكن ممكن تلاقي الصفر أو ال 1000. أوكي طيب الآن بدي أكتب كود يعطيني كم رقم أد عندي، بدي أعد كم رقم أد ضمن هاي الليست اللي هي ليست 1.
ضمن list 1. مين بيعرف الآن شو أنا ممكن أكتب كود عشان أحسب كم رقم أود عندي، كم رقم فردي عندي ضمن list 1 بعد ما أنشأت أنا؟ اللي بيعرف يعمل لي raise hand. إذا أنا بدي أحسب كم، بدي أعرف وأحسب عدد الأرقام الأود اللي هم الأرقام الزوجية ضمن هاي الليست. طبعا شغلنا بالماده يعني كبروجرامينج، بديش احكي كداتا مايننج، كبروجرامينج رح يبلش من هلا اللوب والاف وما بعده، بالاضافه الاشياء السابقه كلها. يعني اللي ما سبق كان عباره عن مقدمه يعني، بس هون صار شغلنا الان كبرمجه، وهذا الشغل انتم اخذتوه سابقا بالسي بلس بلس. يعني انا الان ما عم بحكي عن شيء جديد، هي افكار كلها اخذتوها، اي مساق برمجه الا ما يعطيك الاود والايفن، هي امور ستاندر يعني، امور متعارف عليها منتشره. لسه ما دخلنا بالداتا مايننج احنا. طيب اربع طلاب بس. طيب تفضلي احمد لقضاء. احمد ايش ممكن اكتب كود هلا انا عشان يعني اعرف عدد الارقام الاود؟ دكتور بدي اعمل كاونتر واف. بدي اعمل كاونتر اها، وبعدين هيك اعمل جمله اف اشيك F. على كل رقم هل هو اود او لا، صح؟ بالضبط. طيب اوكي. طيب مين الان يعني بنقلني الكود، ينقلني شو ممكن اكتب انا؟ مين ينقلني الكود؟ بشرة بتعرفي؟ بشرة اول اشي بحط عندي كاونت يساوي زيرو. والله بشرة علي صوتك، علي صوتك، صوتك كتير واطي. بحكي لك اول اشي بنحط كاونت يساوي زيرو. اوكي هاي الكاونتر، كاونتر او خلي سي. أيوة. سي بدي عشان اسهل، عبارة عن زيرو. تمام. بعدين بعمل for i in list 1. for i in list 1 عشان امر على عناصر list 1 عنصر عنصر. اوكي بالضبط. داخلها راح يكون f. f اذا كانت ال i اللي عندي مدها المتاحة بيساوي بيساوي 1. i مد ال 2 بتساوي بتساوي ال 1. تمام. بالحالة هي ايش بدي اعمل؟ i مد ال 3 بيساوي 1. هلا الحالة هاي بدي أخلي السي تزيد. أنت بدك يعني أطبع لك كم من أود عندي؟ بالضبط. بدي أحسب تمام. عدد الأود نمبر وأطبعهم. وبعدين؟ دقيقة شوي. هلا إف آي مدة اثنين بتساوي الواحد. يطلع. إيش بدي أعمل؟ هلا بعمل سي بلس. بلس إيكوال ون. سي بلس يساوي واحد. اوكي بلس ايكوال 1. اوكي تمام. لا صح صحيح. طيب هلا بعدين ايش بعمل؟ بعد بخلص من اللوب كامل بطبع سي، بتعطيني السي النهائيه. أوكي. قديش اخر قيمه بتزيد؟ تمام كم من وحده. تمام اشكرك يا بشرى، اشكرك. فهذا هو النمبر اوف اود نمبرز از سي. طيب هاي رن عندي 98 اود نمبر. هلا بكل رن عن الرن رح يفرق معك، لانه في كل مره عم يعمل جنريشن لراندوم نمبر، كل مره بيعمل جنريشن لراندوم نمبر. هاي الرن الثانيه عندي طلع 100 اود نمبر، المره الثالثه طلع 105 اود نمبر، المره الرابعه طلع 92 اود نمبر. فكل مره بيعطيك عدد من الاود نمبرز غير العدد في المرات اللي قبل، لانه انا في كل مره عم بعمل جنريشن للراندوم نمبرز، عم بعمل جنريشن لديفرنت راندوم نمبرز. اوكي فانا هيك شيكت على عدد الارقام الاود، ومنه بقدر اني اعرف كم رقم اود وكم رقم ايفن، كم رقم اود وكم رقم ايفن. انه في مرحله الالس اذا كان الرقم مد الاثنين ما بيساوي الواحد، بالحاله بروح على الالس بحكي سي 2 بلس ايكوال 1، بكون انا هون عرفت إنه C يساوي C2 يساوي 0، إنه C بتساوي C2 بتساوي 0، وإذا C بتشير إلى عدد الـ odd number والC2 بتشير إلى عدد الـ even number، وبطبع هنا عدد الـ even number اللي هو خلينا نحكي الـ count of even numbers اللي هو عبارة عن C2،
وهنا الـ count of odd numbers. Count of odd number is C. طيب run. لاحظوا مع 103 odd 97 الـ even. Run. عندي 95 الـ odd 105 الـ even. طبعا مجموعهم رح يكون 200 لأنه أنا عندي عدد القيم 200. فهيك أنا بعرف عدد أرقام الـ odd وعدد أرقام الـ even. أوكي. طيب واضح لهلا شباب؟ حد عنده أي سؤال على اللوب على الدوران؟ حد عنده أي سؤال عليه؟ حد عنده أي سؤال على اللوب؟ طيب أوكي. أخذتوا شباب مثال على الـ nested loop، loop بداخل loop، أخذتوا يعني مثال عليه؟ لا دكتور ماش مثال. تمام ما أخذتوا أذن. أوكي خلينا الآن نعطيكم مثال على الـ nested loop. مثلا عندي أنا list اسمه s يساوي فيها two dimension يعني زي يعني two dimension list. هي عندي هنا أرقام، هاي أول جزء والجزء الثاني عبارة عن list فيها أسماء. أحمد أقول له وآخر لست فيها معدلات 70.3 80.2. خليني أعمل إنتر عشان يكون لتحت. أوكي وآخر معدل نحكي مثلا 76.5. فالآن هي عبارة عن يعني two dimension list. اللست فيها sub list وكل sub list يعني list فيها elements وكل element باللست عبارة عن another list. اوكي فانا الان لو بدي اعمل اكسس على الليست هاي بلوب واحد زي مثلا for i او j مثلا for j in s بدي اطبع ال i سوري مش ال i بدي اطبع ال j طب يا ترى هون لما اطبع ال j راح يطبع لي ايش؟ راح يطبع ايش هون لما اطبع ال j؟ ال j راح تكون عباره عن ايش يعني؟ في عندي ثلاثة الليست أنا جوا الليست راح يطبعهم الثلاثة مش راح يطبع أنا صراحة. تمام راح يطبع لي الثلاثة الليست يعني أول مرة راح يعطيني هذا الإليمنت اللي هي عبارة عن ليست، بثاني إتريشن راح يعطيني هاي الإليمنت، وبالثالث إتريشن راح يعطيني هاي. أوكي طيب هاي رن. لحظة معي، أول مرة كانت قيمة الج أول سب ليست اللي هي هاي، بالنكست اتريشن بالدوران اللي بعده صارت قيمة الج هاي السب ليست الثانية اللي هي الأسماء، بالثالث اتريشن بالدوران الثالث هاي طبع لي هاي سب ليست. طيب أوكي الآن طب إذا أنا هون بعمل لي كاونتر، هاي كاونتر إيكوال زيرو، وفي كل مرة الكاونتر راح أزيده plus equal one، وبدي أعمل print للكاونتر، يا ترى قيمة الكاونتر راح تكون قديش؟ print للكاونتر، الكاونتر راح تكون قيمة قديش هنا؟ هاي بشرة؟ دكتور ثلاث، لأنه أنا عندي ثلاثة list، فهو ما بحسب لي العناصر اللي جواهم، بحسب لي أكمل list عندي. بالضبط، راح يعطينا ثلاثة. راح يعطينا 3، أول مرة راح تزيد لواحد، بعدين راح تزيد 2، بعدين راح تزيد لثلاثة. طيب هي رن أعطانا 3، أعطانا 3. أوكي الآن إذا أنا بدي أعمل أكسس على عناصر الليست S وعلى عناصر السب ليست اللي فيها، فأنا بحاجة هون مش لدوران عادي، أنا بحاجة لنستد لوب، أنا بحاجة لنستد لوب. يعني for J in S enter هون for K in J، for K in J. الآن
بدي أعمل print ل k، بدي أعمل print ل k وخليني الكاونتر كمان أزيده، خليني الكاونتر كمان أزيده. فأوكي الآن صار عندنا الكود for j in s، for j in s، الاس هي الليست، بمر على عناصر الليست مرة مرة، في أول مرة بمر على هذا العنصر، ثاني مرة بمر على هذا العنصر، وثالث مرة بمر على آخر عنصر. الآن for j in s لكل قيمة من قيم الاس، ففور k in j، for k in j، الآن قيمة الـ j في أول iteration راح تكون هي السب ليست، هي قيمة الـ j في أول دوران. فلما أحكي 4k in j فبدي أمر على عناصرهم عنصر عنصر، على عناصر هي الليست عنصر عنصر عشان أطبع قيمة الـ k وأعمل زيادة للكاونتر. أوكي طيب الآن طبعاً راح يطبع لي إياهم عنصر عنصر وراء بعض، يعني راح يطبع لي الواحد والثلاثة والخمسة والواحد والاثنين وعلي وفادي وأحمد وعقلة 70.3 80.2 76.5. طيب هاي ران لاحظ معي طبع لي اياهم كلهم، واخر شيء اعطاني الكاونتر 12، اخر شيء اعطاني الكاونتر 12 انه عدد القيم 12، اذا هدول القيم انا بعدهم راح يطلعوا كلهم 12. اوكي لان عشان جمله الطباعه تصير اسهل لنا خليني استخدم الاند ايكوال سبيس، الفرق بين كل print والثانية يكون space، هاي run فهين طبع ليهم بهذا الشكل، طبع ليهم بهذا الشكل. فهيك أنا الآن بس هذا مثال على nested loop، إن عندك دوران داخل دوران، دوران داخل دوران، بدك تنتبه للindentation، بدك تنتبه للspaces، لأنه هي بتحدد البادي تبع الانر لوب او البادي تبع الاوتر لوب او البادي تبع الاف ستيتمنت جوا الانر لوب او جوا الاوتر لوب. ونحن اخذنا مثال شبيه عليها لما بدلنا جمله النستد اف، لما بدلنا جمله الاف الس اف اف الس اف بنستد اف، كان فيها يعني كان فيها انترسكشن عالي او كانت نستد بشكل كبير جدا. فهذا مثال على نستد لوب. طيب تفضلي يا بشرة. دكتور باللوب اللي قبله لما عملنا لوب حسبنا المود، هلا انا عندي طلع الاود والايفن ارقام غير بتختلف عندك عادي صح؟ اه عادي أخذ... اكيد لانه الجنريشن نمبر انت بيعمل جنريشن الارقام عندي غير الارقام عندي لانها راندوم نمبر، لكن اكيد مجموع الاود والايفن بده يكون 200 على هذا المثال، مجموع الاود والايفن بده يكون 200 لانه الرقم يا اود يا ايفن، ما في عندنا خيار ثالث. طيب اوكي الان هذا المثال، طبعا هذا المثال ممكن انت الان تحل مساله مثلا انك تختبر رقم هل هو برايم نمبر او لا، انك تقرا رقم من الكيبورد وانك تختبره هل هو برايم او لا. ممكن انه مثلا انك تقرا ارقام من الكيبورد عن طريق لوب، بعد هيك تطلع الافرج لهم المينيمم نمبر الماكسيمم نمبر النمبر اوف ايفن او الكاونتر او الكاونت اوف ايفن نمبر الكاونت اوف اود نمبر الى اخره. كمان هذا كمان مثال تقدر انك تحله وتستخدم في اللوب. وأنا على كل حال راح أعطيكم مجموعة exercise، مجموعة يعني تمارين إنك تكتب كود لحل مجموعة مسائل، لأنه اللي يعني هذا البروغرامينج كل ما بتكتب كود أكثر كل ما بتقرأ مسائل وبتحلها أنت بلغة البرمجة وبتعمل تيست وبتكتب برامج كثيرة راح يزداد فهمك للمادة وفهمك للغة. طيب أوكي لحد الآن شباب حد عنده أي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب خلينا نبلش مع بعض بموضوع البريك والكونتينيو. البريك راح اعطيكم اياها اليوم والكونتينيو المحاضره الجايه. طيب خلينا الان اعمل انشاء لنيو فايل، وهذا راح اسيفه باسم loop and break statement، break statement
اوكي. الان خلينا نحن نعمل دوران يقرا مجموعه ارقام و الى ان يدخل اليوزر رقم محدد ورقم معين زي سالب واحد مثلا. هاي list 1 equal empty list و while true while true x يساوي integer of input of enter number minus 1 to exit. If x equal equal minus 1, إذا كانت x equal equal minus 1 بالحالة هي break. بالحالة هي break يعني اطلع من الدوران break. وهي الجملة أنتوا أكيد أخذتوها بلغة C++ باللوجيك تبعها نفس اللوجيك تبعها بلغة C++. لأن غير هيك list 1 dot append للx وبس. بعد هيك بدي أعمل print للليست 1. كمان خلينا أعمل print لمجموعة بيانات إحصائية زي sum of list 1. هذا خليني يكون هاي sum of list sum of list و print ال minimum value of list راح يكون عبارة عن ال minimum ل list 1 و print هي ال max of list و ال max of list 1. اوكي. الآن هذا عبارة عن loop while true، فهذا اللوب راح يبقى يستمر انه يشتغل. ويعني ملاحظه مهمه لما تكتب اي لوب، دائما لما تكتب لوب انتبه للاكزيت بوينت، انتبه انه تخلي عندك نقطه تطلع من الدوران، انه البرنامج يطلع من الدوران. ما تكتب لي لوب او دوران يبقى يستمر فتره طويله جدا 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 وانت مش واضع له اكزيت بوينت، مش واضع له نقطه خروج. هذا الشيء يعني معناها الكود تبعك خطأ، في عندك إشكالية. نفس الإشي لما تعمل لي recursive function، لما تعمل لي function بيعمل call لنفسه، لابد تضع exit point، تضع نقطة خروج بحيث يوصل إلها البرنامج وبطلع من recursive function. لأنه مثل ما بتعرفوا recursive function شبيه بالدوران لكن في فرق أكيد بينه وبين الدوران. فالآن لما أضع أنا لوب لابد أني أنتبه إلى الإكزيت بوينت، إلى نقطة الخروج. الآن وايل ترو، ترو هي رح تبقى ترو، فإذا جوا لابد يكون عندي إكزيت بوينت. الإكزيت بوينت عندي هنا جملة إيش؟ البريك. متى ما تنفذت جملة البريك بطلع من الدوران، بطلع منه تماما، مش بروح للدوران التالي أو للنكست أتريشن، لا، لما ينفذ جملة البريك بطلع من الدوران. الآن وايل ترو إكس يساوي integer of input of enter number minus 1 to exit، يعني بدي اخلي اليوزر يدخل رقم، وهذا الرقم انا بدي احوله الى integer واخزنه ب x، وانا اعطيه رساله انه دخل لي رقم، واذا بدك تطلع من اللوب دخل سالب واحد. بعد هيك الان انا شيكت على x، if x equal minus 1، هل x قيمتها بتساوي سالب واحد او لا؟ اذا كانت قيمتها بتساوي سالب واحد اعمل break. اعمل بريك يعني اطلع من الدوران. غير هيك الان list 1 dot append x، اعمل append لx اللي انا قراتها الى الليست. طبعا انا بقدر اضيف على الليست عن طريق الابند وعن طريق جمله الانسرت، لكن ابند اسهل لانه بتضيفها على نهايه الليست. بعد ما اطلع من اللوب راح اطبع الليست واطبع السم اوف ليست والمينيمم فاليو والماكسيمم فاليو اللي لإله. طيب هاي رن. الان راح ادخل اول رقم 10، الرقم الثاني 20، 15، 40، 30 وماينس 1. ماينس 1 يعني عم بعطي اشاره انه انا بدي اطلع من البرنامج.
من اللوب، بده يطلع من اللوب. انتر، لاحظوا معي، طلع من اللوب، ما خزن لي اياها، خزن لي بالليست 10 20 15 40 و 30 القيم اللي انا قمت بادخالها، وبعد هيك اعطاني السم اوف ليست والمينيمم فاليو والماكسيمم فاليو. فهيك انا قرات قيم من الكيبورد، بعد هيك شيكت عليهم على القيم هاي، عندي الاكزيت بوينت لما اليوزر يدخل سالب واحد بدي اعمل اكزيت من اللوب. فهذا هو شباب جمله البريك انها بتخليك تطلع من الدوران، تخليك تطلع من الدوران، تعمل اكزيت من الدوران. اوكي طيب شباب، واضح طيب حد عنده اي سؤال؟ تمام دكتور. طيب اوكي، الان خليني انا ازيد شوي على البرنامج، خليني يعني يظهر لليوزر انه انتر نمبر 1، انتر نمبر 2، انتر نمبر 3 الى اخره. فانا الان هنا بدي اعرف مثلا الكاونتر ايكوال 1 وانبوت انتر نمبر بلس اللي هو str of الكاونتر بلس، وخلي هنا في سبيس. اوكي، وبعد هيك الان بدي يزيد الكاونتر، فهي الكاونتر بلس ايكوال 1، كاونتر بلس ايكوال 1. طيب هي رن، لان لاحظ معي انتر نمبر 1 دخل لي اول رقم هي 20، انتر نمبر 2 دخل لي رقم الثاني هي 10، انتر نمبر 3 هي 60، انتر نمبر 4 هي 26، انتر نمبر 5، انتر نمبر 6، انتر نمبر 7، وانتر نمبر 8 ماينس 1، انتر نمبر 8 ماينس 1. بعد هيك الان اعطاني الليسته، اعطاني السم اوف ليست والمينيمم فاليو والماكسيمم فاليو، يعني هي اضافه على اللوب، هي اضافه على الدوران. طيب اوكي، الان شباب اذا انا بدي اطبع عدد الاليمنت باللوب، كيف بدي اطبعهم؟ بدي اطبع عدد الاليمنت باللوب كم، عفوا سوري، عدد الاليمنت بالليست، عدد الاليمنت بالليست، الليست في كم اليمنت؟ ايش بدي اكتب كود؟ بشرى ترى ممكن انه نستخدم الميثود كاونت الليست يكتب لي اياها، او اذا بقدر اعمل طريقه ثانيه اني برضه زي قبل نحط فوق انه الكاونت مثلا او السي يساوي الزيرو ويصير مثلا انه كل ما يضيف، يعني قبل شفت عند الاف قبل كلمه بريك يصير يضيف لي اياها. اوكي، انت قصدك انه نضيف كاونتر، اضيف عداد بناء على هذا العداد، انا بعرف عدد الاليمنت اللي عندنا. هلا في طريقه ثانيه اني انا احسب الكاونت للليست. تمام، احسب الكاونت للليست، يعني كاونت اوف ليست هي ليست 1، هيك قصدك؟ دكتور. طيب اوكي، يستمر يا بشرى، تفضلي يا مرح. تخدم فانكشن اللينكت لين، لين اللكس بتطلع كم فيها. تمام، ممكن سوري كنترول زد. طيب اوكي، خلينا استخدم الفانكشن اللين. تمام، اللينكس بيعطيك اللينكس لاي اليمنت، اللينكس للليست 1. بدي ادخل بيانات. طيب هاي 4 وهي 7 وهي 2 وهي 1 وهي 5، هاي 5 قيم، هاي سالب 1، انتر، لاحظوا معي اعطاني 5 والقيم هيون اللينكس. ممكن انا استعمل الكاونتر نفسه، ممكن استعمل الكاونتر، لكن اذا بدي اطبع الكاونتر بدي اطبع ايش يا ترى؟ اذا بدي اطبع الكاونتر الكاونتر 6
بيعطيني 6. طيب فايش بدي اعمل؟ ماينس 1 بالضبط، ماينس 1، لانه هو الكاونتر بلشنا من 1 بيطبع لك انتر نمبر 1 بعد ما تدخله، اذا ما كان سالب 1 بضيفه على الليست بزيد ل 2، بعدين بتدخل الرقم الثاني بزيد ل 3، فانا بس بطرح منه 1 رن 3 90 80 70 هي سالب 1، دخلت 4 قيم، فلاحظ معي 4 4، واللين طبعا اسهل بكثير، اللين اسهل بكثير، لكن كبروجرامينج ممكن استعمل الكاونتر ماينس 1 زي المثال اللي انا حليته هلا. اوكي، لان هذا مثال على جمله البريك، جمله البريك. اوكي طيب، الان حد عنده اي سؤال شباب؟ حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب مين عم يكتب كود معي؟ معلش، مين عم يكتب كود معي؟ طيب ممتاز، ممتاز كثير. طيب خلينا نعطيكم جملة الكونتينيو، هاي نعمل نيو فايل نسيفه باسم continue. اوكي طيب، for i in range of 100 if i mod الاثنين equal 0 continue. بعد هيك print قيمة ال i، print قيمة ال i. اوكي، لان جملة ال continue مين متذكر ايش معناها؟ هاي اخذتوها بالسي بلس بلس اكيد، جملة الـ continue اللوجيك تبعها زي اسم، زي لغة C++. مين بيعرف ايش معناها لجملة الـ continue؟ طيب تفضل يا شريف. شريف دكتور، بنطلع من الاتريشن اللي كنا فيها وبكمل اللي بعدها صح؟ اها، بيطلع من الاتريشن او من الدوران اللي هو فيه وبنتقل للدوران التالي. نعم، انه بيعمل اكزيت من الاتريشن اللي هو فيه، من الدوران اللي هو فيه، وبنتقل للنكست اتريشن، بنتقل للنكست اتريشن. مو زي جمله البريك، البريك بيطلع من اللوب كاملا، البريك بيطلع من اللوب كاملا. اما جمله الكونتينيو بيقفز، بيعمل جامب الى النكست اتريشن، الى الدوران التالي، الى الدوران التالي. طيب الان على الكود اللي امامني هلا، هذا الكود ايش راح يعمل هلا؟ اللي بيعرف يعمل لي رايز هاند، ايش بيعرف ايش بيعمل هذا الكود؟ يعني ايش راح يعطيني لما بطبع اي بالاخير واعمل رن، ايش راح يعطيني؟ طب تفضلي يا نور، نور احمد، يا نور حراشه. دكتور انا مش عارفه بس كنت رفع ايدي اني بطبق معه. طيب ماشي الحال، ما في اشكال يا نور. طب تفضل، طيب تفضلي يا يارا، يارا الاقضاء. يا رب بيطبع الاود نمبر، بيطبع لي الاود نمبر. تمام، بيطبع لي الاود نمبر. نعم احسنتي، راح يطبع لي الاود نمبر. طيب خلينا نعمل ران. اوكي لحظه معي، هي اعطاني الاود نمبر، طبع الاود نمبر. لان خلينا نتبعه للبرنامج. الان عندي for i in range of 100، فراح يمر على ارقام من 0 ل 99، من 0 ل 99. لان if i mod 2 equal 0، عم بشيك على كل رقم هل هذا الرقم بيقبل القسمي على 2 ولا لا، يعني عم بسال هل هو even او لا، لانه اذا كان الرقم mod 2 بتساوي 0 فهو even، فهو رقم زوجي، هل بيقبل القسمي على 2 او لا؟ اذا بيقبل القسمي على 2 نعم continue، اذا بيقبل القسمي على 2 اعمل continue، يعني روح للنكست iteration. لما يتنفذ جملة الكونتينيو يعني بيقفز عن جملة البرنت،
بيقفز عن جملة البرنت، فبروح للنكست اتريشن، بروح للنكست اتريشن. طيب خليني شوي اعمل تريسنج للبرنامج. هاي قيمة الـ i، هذا الـ output. اوكي الكتابة فيه شوي صعبة. طيب هذا الـ output، هاي الـ output. تمام، لأن أول شيء عنده قيمة الـ i 0 for i in range الـ 100، فراح يبلش فيها من 0. أوكي، فهل if i مدة 2 بتساوي 0، هل الـ 0 مدة 2 بتساوي 0 true or not؟ true or not؟ مين يحكي لي؟ 0 مدة 2 هل بتساوي 0 ولا لا؟ دكتور بتساوي نعم اكيد بتساوي زيرو، لانه صفر مد 2 الباقي القسم راح يكون عباره عن زيرو، فاذا زيرو، فاذا ترو الزيرو مد 2 هي بتساوي زيرو. نعم ترو، فلما يكون ترو بنفذ جمله الكونتينيو، بنفذ جمله الكونتينيو، فبقفز عن اي كود موجود تحت، بقفز عنه، بيعمل جمب وبروح للنكست اتريشن، بروح للدوران التالي لاي قيمتها 1. لأن لما تكون i قيمتها 1 if i مدة 2 بتساوي 0، هل 1 مدة 2 بتساوي 0؟ لا، 1 مدة 2 ما بتساوي 0 ففولس، فما دام فولس الشرط ما بنفذ جملة يعني جملة الكونتينيو، بنفذ اللي بعدها، لأنه هي جملة شرطية واحدة وهي بدايتها وهي نهايتها. فإذا كان فولس بنفذ البرنت، فبيطبع لي الـ 1، الـ output 1. الآن الـ next iteration الـ i صارت 2، لما تكون i 2 i if i مدة 2 هي بتساوي 0، هل 2 مدة 2 بتساوي 0؟ نعم 2 مدة 2 بتساوي 0، فإذا بنفذ جملة الـ continue، فبيقفز عن ما بعدها وبروح للـ next iteration لـ i 3. لما تكون i 3 هل i مد 2 بتساوي 0؟ لا، لأنه 3 مد 2 بتساوي 1، 3 مد 2 بتساوي 1، فإذا فولس، ما دام فولس بيطبع لي، أبروح لعند جملة يعني شو البرنت، فبيطبع لي 3 وبيكمل. فالأوتبوت راح تكون عبارة عن أرقام الإيفن، راح تكون عبارة عن أرقام الإيفن. فهذا مثال على جملة الكونتينيو، إنه بيعمل جمب للنكست إتريشن، واي كود ما بعدها ما راح ينفذها اذا نفذت او طبق جمله الكونتينيو، اذا نفذ جمله الكونتينيو. اوكي طيب الان اذا ما حد عنده اي سؤال خليني اكتب هذا الكود for k in range of 500. continue. طيب بعديها مثلا print لقيمة الك و print k ضرب 2 و list 1 equal sorry list 1 dot append of ال k، وقبل هيك بكون عرفت ال list 1 equal empty list. طيب الآن هذا اللوب اللي تحت لم ينفذ، لم يتنفذ، ايش راح يعطيني يا ترى؟ اللي بيعرف يعمل لي رايز هاند، اللي بيعرف يعمل رايز هاند. ما حدا؟
دكتور ما حيطلع شيء. نعم. ما حيطلع شيء لأنه الزيت أصلاً فاضي. ما راح يطبع شيء، صوته كتير واطي يا هلا، صوته كتير واطي، بس أنا فهمت عليك إنه ما راح يطبع شيء. طب تفضل يا حسام. دكتور ما راح يطبع شيء لأنه يعني حيظل يعمل كنتينيو بالآخر راح يطلع لما يصير 500 حيطلع من اللوب كامل. تمام ما راح يطبع شيء لأنه كل مرة لما يدخل على اللوب أنا بحكي له كنتينيو، فبروح للنكس إتريشن نكس إتريشن نكس إتريشن والكود اللي تحته ما راح يتنفذ، فبالتالي ما أعمل رن لإله. لاحظ معي مرق على اللوب على عناصر اللوب كلها وما طبع لي إشي نهائيا لأنه كل مرة عم يصير continue، فعم يروح للنكس إتريشن وأنا ما وضعته داخل جملة إف، وأنا ما وضعته داخل جملة إف، فبالتالي ما في عندي الشرط عم بعمل تست عليه. إذا الشرط تحقق روح للنكس إتريشن، إذا الشرط ما تحقق كمل لي كتابة الكود، فبالتالي ما رح يطبع لي إشي. وهي ران تاني كمان لاحظ معي ما طبع لي إشي، فما رح يعطينا إشي، ما راح يعطينا شيء. اوكي طيب الان راح ارجع المثال السابق، راح ارجع للمثال السابق لهذا المثال. مين يكتب لي او مين يحكي لي كيف ممكن اكتبه انا بدون جمله الكونتينيو؟ اذا انا ما بدي استخدم جمله الكونتينيو، بدي اياه يعطيني نفس الاوتبوت، بدي اياه يعطيني نفس الاوتبوت لكن بدون جمله الكونتينيو، كيف ممكن اكتب هذا الكود؟ اللي بيعرف يعمل لي رايز هاند. بدي اكتب هذا الكود ويعطيني نفس النتيجه بدون جمله الكونتينيو، بدون ما اني استخدم جمله الكونتينيو. مشاركة اليوم مو كتير قوية صراحة، عندي 3 4 5 طلاب عم يشاركوا بس والباقي ما عم يشارك. طيب تفضلي يا أحمد القضاء. دكتور نفس الكود محل الكود نحط برنت اي وبعديها إلس i plus equal 1. طيب هاي نعمل كوبي للكود وبيست لإله هون، هاي بيست لإله هون بدل يعني بدل الكونتينيو اعمل برنت لاي، هيك قصدك؟ اه دكتور. واللي تحت بنحط ايلس i plus equal 1 ما في داعي تعدل على الكاونتر، هيك بتدخل بشيء ثاني، تدخل بشيء ثاني. طيب الان التعديل تبع زميلكم هذا صح ولا لا يا شباب؟ يسلموا يا احمد، يسلموا الله يعطيك العافيه. الان زميلكم كلامه صح ولا لا؟ يا مين عندنا؟ مرح تفضل يا مرح. دكتور لا، لانه الكود بيطبع الاود نمبر وهيك راح يصير يطبع الايفن نمبر، فانا بحكي انه ايكوال ايكوال 1 برنت اي. تمام، انه اذا كان ايكوال ايكوال 1 برنت اي هيك بصير يطبع الاود نمبر. بالضبط هيك ايكوال ايكوال اي بتعطيني اذا كان لقم اود اطبع لي، اذا ما كان اود ما تعمل شيء. طيب خلينا الآن شوي نعدل على البرنت إنه الإند إيكوال سبيس. أشكرك يا مرح، وهي هون الإند إيكوال سبيس. طيب هاي ران، لاحظ معي أعطاني أرقام من 1 to 99 وبعد هيك أعطاني نفس الإشي، فهيك الكود بيشبهوا بعض أو بيعطوني نفس النتيجة، بيعطوني نفس النتيجة اللي هي بيعطيني أرقام الأود، يعطون الأرقام الأد.